اليوم نفتتح الدورة الثالثة لمهرجان أفريفاتا، وهو مهرجان يدخل ضمن تنفيذ برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، الذي هذه التظاهرة التي نقيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بطبيعة الحال بعد حوالي سنة حافلة بالتظاهرات الثقافية الفنية في مختلف المجالات الإبداعية، يأتي الآن دور الموضة أو الموضة الإفريقية لنقيم هذا المهرجان مع جمعية المرأة المغربية العربية الإفريقية للتنمية، والتي اعتادت تنظيمه خلال الدورتين الماضيتين بمدينة الدار البيضاء. هذا الدورة هذه تحتفي بمجموعة من الإبداعات الإفريقية، خاصة إبداعات الشباب الإفريقي، وتحتفي على الخصوص بالمجال الموضة الإفريقية من خلال عروض أزياء سيتم تنظيمها، ولكن أيضا من خلال مجموعة من الورشات واللقاءات المهنية ما بين الشباب الإفريقي، وبتعاون مع مجموعة من الهيئات اللي موجودة هنا بمدينة الرباط والتي تعنى بهذا المجال، إضافة إلى أنشطة أخرى في مجال الفنون التشكيلية ومجالات فنية إبداعية أخرى. السلام عليكم، معكم زينب القادري مصممة الأزياء اللي كتنظم هذا العرض الأزياء أفريفاتا أفريكان فاشن تالنت، اللي غادي تنظم في 4 أيام من 4 لـ7، وهذا ظهورة هذه الثالثة اللي غادي تكون في العاصمة الثقافة الإفريقية بشراكة الوزارة الثقافة للشباب والاتصال. هذا الشرف لنا اليوم بأن رانا هنا في العاصمة المغرب ورانا كننظموا هذه التظاهره هذه بالشباب اللي جايين من افريقيا، اللي هما كاين منها مسابقه واحد فاشن اللي غادي يكون غدا، كاين لاخ، كاين كتشوفوا اللي تيدير لينا لاغ، اللي تيدير لينا الموضه، اللي تيدير لينا لي زيشونج اونتر ليدر دوبينيون ولي باغي يوصل كيف غادي يوصل. حنا كنستاشرو وكنجيبوا الناس اللي غادي يعاونوهم باش يلقاو حل في الموضه والازياء. هذا هو الهدف ديالي، بان ينجحوا لينا الشباب ديالنا ديال المغرب وديال افريقيا، لان غيبغيو يديروا شي حاجه وغادي يبغيو انفيستيو في بلادهم وماشي في شي حاجه اخرى، اللي غادي كتشجع كاع حتى لا دياسبورا اللي عايشه في اوروبا واللي عايشه في العالم تجي ترجع لبلادها وترجع لافريقيا وتعيش فيها ودير شي حاجه في المستوى ان شاء الله. كاين ما يدير هنا في المغرب، الله يخلي ملكنا الغالي ديما التاج فوق الاتحاد الافريقي، وكون ديما ديك التاج فوق الاتحاد الافريقي هنا في المغرب ان شاء الله.